طيب احنا كده وصلنا لنهاية الكورس ده. انت كده اتعلمت أداة واحدة من عدة أدوات لازم تتعلمها علشان تشتغل كفرونت اند، او لو كنت حابب ان انت تشتغل في اي مجال تاني بس حابب ان انت تعرف على الفرونت اند. احنا اتعلمنا HTML، وزي ما ذكرنا في اول فيديو خالص ان انت لازم تعلم ال CSS الجافا سكريبت. انا هركز على الخطوة الجاية، يعني هركز بس في الفيديو ده ان انا اعرفك الخطوة الجاية انت المفروض تعمل فيها ايه. خلال الكورس بتاع ال HTML انا وريتك فروقات ما بين ال HTML بتعمل ايه لوحدها وما بين ال HTML وال CSS، زي ما عملنا في الفورمز مثلا كان الوضع مختلف تماما. فالهدف ان انت تعلم ال CSS عشان يعني تحول الموقع بتاعك لحاجة حقيقية، تحوله لحاجة الناس تقدر ان هي تشوفها، تقدر ان هي تتعامل معاها، يبقى شكلها كويس. فاللي انت المفروض تتعلمه او اللي انت المفروض تعمله دلوقتي ان انت تذاكر كورس ال HTML ان شاء الله. لو انت بتتفرج على الفيديو ده اول ما نزل او بتتفرج على الكورس ده وهو نازل جديد، فانا احاول على قد ما اقدر ان كل جمعه ينزل كورس حاجات من كورس السي اس اس، ولو انت بتتفرج عليه بعد شويه فان شاء الله الكورس كامل يكون نزل. وهو الهدف من الكورس ده ما كانش ان انا اعمل اتش تي ام ال كورس، هو الهدف ان انا اعمل المسار بتاع الفرونت اند كامل. فان شاء الله يكون شرحي عجبك وتكون ناوي تكمل الرحله دي معايا، وانا ببذل اقصى مجهود في الكورسات دي بحيث اطلعها باعلى جوده و مفيش اعلانات، فاعتقد ان انت هتاخد تجربة كويسة. برضو هتلاقي غالبا رابط لجروب تليجرام في الوصف، ادخل فيه هيكون بينا تواصل لو في ابديتس حصلت او اي حاجة، او في اي حاجة جديدة حبيت ان انا اقولها ممكن نعمل سيشنز مثلا. اعتقد هيظهر افكار مختلفة ممكن نطبقها مع بعض خلال الرحلة دي. فده كان كورس مش النهاردة لان هو ما خدش يوم واحد، ده كان كورس ال HTML. اشوفك ان شاء الله في كورس ال CSS. سلام عليكم.